بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف صلواتك وأوفى وأكثر وأزيد وأرقى وأرفع وأدوم سلامك صلاة وسلاما ورحمة ورضوانا وعفوا وغفرانا تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جودك وكرمك
وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جودك ومننك أزلية بأزليتك لا تزول أبدية بأبديتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاخر والنور الغامد والجمال الزاهر والجلال القاهر والكمال الفاخر صلاتك التي صليت بعظمة ذاتك عليه وعلى آله وصحبه كذلك صلاة تغفر بها ذنوبنا وتشرح بها صدورنا وتطهر بها قلوبنا وتروح بها أرواحنا وتقدس بها أسرارنا وتنزه بها خواطرنا وأفكارنا وتصفي بها كدورات ما في أسرارنا وتشفي بها أمراضنا وتفتح بها أقفال قلوبنا بنور الفتح المبين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين نسألك بحق أنوار صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بأزهار جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات اللهم اجعل أفضل صلواتك
وأكمل تحياتك وأجمل تسليماتك على الفاتح للنبوة وخاتمها شمس سماء الرسالة النور الأنور والسر الأطهر صاحب الحوض والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على الخلق سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا حضرة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في جميع آثار الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في علمك مضاعفا بدوامك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حروفات القرآن المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كلمات القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والأولياء والصالحين أفضل صلاة وأزكى سلام وأما بركات بعدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته وبعدد أجزاء التراب ومعادنها ونباتاتها وحيواناتها وبعدد بروج السماء ونجومها وحركاتها وملائكتها واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا كما يليق بعفوك بكرمك برحمتك يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين بحق فرقانك الحكيم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من شر النفس والشيطان
ومن شر أهل الضلالة وأهل الطغيان واحفظنا من الشبهات والضلالات والبدعيات ومن جميع الشر يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين آمين والحمد لله رب العالمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوحي الثقلين وضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وأن تثبت شهودنا في مقام الإحسان آمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه مثل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين على من أنزل عليه الفرقان الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور والزبر وبشر بنبوته الإرهاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وسكنت له الشمس وانشق بإشارته القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله أزدم صبح أزلت بقيام عرصات برسروا بايد لاراي محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله
شكن التيغ زبانا همدا شاخ نبات باد برقامة رعناي محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله فرض عين استمي بقيمتا وقت ممات دنب دنب رجول رخسار محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبل غمام مع رعود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت.